أما الآن فننتقل إلى خدمة البث المباشر، حيث ينضم إلينا وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أنور حمام. أهلا بك أستاذ أنور في بادي الأمر وعلى وقع هذا النجاح الدبلوماسي الذي يرفع القضية الفلسطينية إلى مستوى آخر ومرحلة أخرى بها ستحيي الأمم المتحدة النكبة الفلسطينية بذكراها 75. كيف تنظرون إلى أهمية هذا الحدث مبدئيا؟ شكرا لك وتحياتي للسيدات والسادة المشاهدين، وأيضا عبر شاشتكم أحيي 14 مليون فلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين ينتظرون هذا الصوت غدا، صوت فلسطين الذي سوف ينبض بالجرح والمعاناة والألم والأمل أيضا داخل أروقة الأمم المتحدة لأول مرة للتعبير عن نكبة شعبنا العربي الفلسطيني الممتدة 75 عام. هذه الاحتفالية أو إقامة احتفالية رفيعة المستوى داخل أروقة الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة هي تعد انتصار للدبلوماسية الفلسطينية. بالمناسبة حدثت مقاومة شديدة من الجانب الإسرائيلي لمنع إقامة، وما زالوا هناك محاولات هائلة من الحكومة الاحتلال، حكومة المستوطنين، لأنهم لا يريدون للحقيقة الفلسطينية أن تسطع داخل أروقة الأمم المتحدة، ولكن هيهات الآن هناك تحولات كبرى في العالم اتجاه هذه الحكومة الفاشية، حكومة المستوطنين. هذا الخطاب المنتظر وهذه الاحتفالية التي تقام إحياء لذكرى النكبة سيبنى عليها مجموعة من الخطوات اللاحقة، أعتقد أنها تؤسس لقرارات مستقبلية تخص قرارات أخرى بشأن فلسطين. كذلك هذه دعوة للإسراع بتطبيق كل القرارات التي اتخذت في السابق بشأن فلسطين، وأيضا مطلوب الإسراع في الحماية لشعبنا، مطلوب حماية فورية، لأننا نعتقد أن النكبة هي حدث مستمر في الزمان. ما يحدث اليوم في مخيم بلاطة البارحة وقبله في تلكرم وجنين، هذا الاستهداف للمخيمات الفلسطينية ولشعبنا يدلل دون أدنى شك بأن النكبة ما زالت مستمرة. نراها يوميا في مسافر يطا وفي مسافر بني نعيم وفي الخان الأحمر وفي قرى النقب وفي كل بقعة من أرض فلسطين التاريخية. بالتالي مطلوب الإسراع بمحاسبة إسرائيل وعزلها وسحب الاستثمارات منها، وأيضا تجريم إنكار النكبة. يعني فبالتالي هناك رزمة من المقترحات والقوانين التي من المفترض العمل عليها للبناء على هذا الحدث الذي نعتقد أنه تاريخي، ولهذه الخطوات تأثيرها ووقعها على الساحة الفلسطينية وكذلك الساحة الدولية. لكن كيف لهذا الأمر أستاذ أنور أيضا أن يقدم قضية اللاجئين الفلسطينيين بغطاء آخر وربما بطريقة أخرى للرأي العالمي، بناء على أن هناك إيمان فلسطيني واضح بأن القضية الفلسطينية لن تحل إلا بحل قضية اللاجئين؟ صحيح، نحن عشنا سنوات طويلة من الإنكار، مرحلة طويلة من الإنكار. هناك رواية إسرائيلية مضللة للعالم بأن اللاجئين، تعرفها الرواية الإسرائيلية التقليدية التي تقول بأن اللاجئين الفلسطينيين هربوا من أراضيهم، وأساساً كان هناك إنكار حتى لوجود شعب عربي فلسطيني داخل أرض فلسطين، وبالتالي هذه الرواية انتشرت وساهم في نشرها اللوبي الصهيوني بإمكانياته حول العالم. ولكن اليوم هناك بروز للحقيقة الفلسطينية التي يعمل عليها الجميع، وبالتالي اليوم هناك إعادة مراجعة لكل مفهوم النكبة. نعتقد أن النكبة قد صنعت صناعة، ليست حدثاً قد حدث في 48. نحن نتحدث عن النكبة أنها الذكرى 75، ولكن هذا رمزياً نقول أنه 75.
لكن فعليا النكبة بدأت قبل ذلك بكثير، وربما قد نؤسس للنكبة منذ وعد بلفور، بمعنى أن النكبة عمرها أكثر من 106 سنوات. فبالتالي هذا الآن مطروح على الضمير العالمي. نحن الآن نقوم بحملات دولية مكثفة. قبل قليل كنت في إطلاق حملة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات من أجل التدويل الإلكتروني، أطلقوا حملة مهمة من أجل القول بأن النكبة جريمة مستمرة بكل لغات العالم، وهؤلاء الشباب يحاولون أن ينجزوا عاصفة إلكترونية من أجل إيصال صوت فلسطين إلى كل العالم. العاصفة الإلكترونية أستاذ أنور هي أيضا منوطة بهذا الحراك الفاعل والفعال في جميع مخيمات اللجوء في الدول العربية وحتى في دول المهجر والشتات. كيف تصف هذا الإصرار السنوي الدائم على إحياء النكبة في مخيمات اللجوء في الوطن العربي وفي دول المهجر والشتات؟ الحقيقة أنه ما زال موضوع اللاجئين، والحمد لله، وموضوع قضية اللاجئين هي مصدر وحدة لشعبنا الفلسطيني. نحن نختلف على كل شيء، ولكن لا نختلف على حق العودة، لا نختلف على قضية اللاجئين. فبالتالي هذه القضية وطنية بامتياز، لا زال شعبنا يلتف حول هذه القضية منذ أشهر، ونحن نجري الاستعدادات في دائرة شؤون اللاجئين. تم عقد جلسات واسعة في مخيمات لبنان ومخيمات سوريا وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني في غزة وفي رام الله، من أجل الخروج ببرنامج وطني فلسطيني موحد للقيام بفعاليات منسقة وموحدة في كل دول العالم. هناك لهفة وهناك توحد حول هذا البرنامج لأنه يعني كل فلسطيني. فبالتالي هناك الآن حملة دولية مكثفة، سيكون هناك وقفات أمام الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقفات أمام الأمم المتحدة في نيويورك، في رام الله غدا، بعد غد في غزة، في الجزائر، في صيدا غدا أيضا، في اليرموك، في كل العواصم هناك فعاليات على مستوى رفيع انسجاما مع هذه الأحداث، وأيضا انسجاما مع حجم الألم الذي يتعرض له شعبنا الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة. ما يحدث نكبة مستمرة ومجازر مستمرة، يعني لم تتوقف منذ 75 عام بل أكثر. أشكرك جزيل الشكر سيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.